بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالزاد زياء وبالطاء تراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يكينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف لغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا.